أشكر جمهورية مصر العربية الأم الحنونة، أم مصر إحنا إخوان، إحنا شعب واحد. الشعب المصري عمره ما كان بعيد عنا، الشعب المصري إحنا وياهم يعني أكثر ناس إحنا والشعب المصري متفقين مع بعضنا. عمرنا ما بنتفرج عنهم ولا هم يتفرجوا عنا، المستشعبين إحنا إخوان مع بعضنا. وبعدين أشكرهم. نخرج اليوم في هذه الرحلة الطيبة المباركة آملين من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا يعني هذه الرحلة وأن نصل إلى تلك الرحاب الطاهرة في بلاد الحرمين إن شاء الله رب العالمين بأمن وأمان إن شاء الله. في هذه المناسبة يعني كما ترى الإخوة الحجيج في أول رحلة في هذا العام، يعني أجواء طيبة، أجواء انبساط وأجواء إيمانية جميلة، متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة بأداء هذه الفريضة إن شاء الله رب العالمين. من هذه البقعة أيضا ونحن في المعبر الفلسطيني هنا متوجهين إلى المعبر المصري إن شاء الله رب العالمين، نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا في جمهورية مصر العربية على ما يقوم به من تسهيلات باتجاه قطاع غزة تحديدا من أجل أن يعني يعيش أو نتحرك إن شاء الله بحركة يسيرة من خلال معبر رفح البري إن شاء الله. فتح المعبر لمدة 4 أيام إن شاء الله، سيغادر في هذه الأيام ما يقارب 2500 حاج. في هذا اليوم سيغادر ما يقارب 800 حاج إلى الجانب المصري ومن ثم إلى الديار المقدسة. نحن أتممنا كل التجهيزات والاستعدادات للتسهيل لسفر الحجاج إن شاء الله، ونعمل إن شاء الله جاهدين على تحسين الخدمة أيضا لهؤلاء الحجاج على مدار الأيام الأربعة إن شاء الله. باسمي وباسم سكان قطاع غزة نوجه شكرنا وتقديرنا إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وحكومته وشعبه على التواصل على فتح معبر رفح لأداء فريضة الحج لقطاع أهل غزة، وكما نوجه كل شكرنا وتقديرنا إلى شعب مصر العظيم الذي دائما واقف في جانب سكان قطاع غزة وخاصة فتح معبر رفح. كما نوجه شكرنا وتقديرنا إلى كل من يقف معنا ويساعدنا. والله بداية نحن نشكر الحكومة المصرية الذي دائما وأبدا هي المناصرة للشعب غزة بالذات وللشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، الذي قدمت كثير من الشهداء إلى في من الأبطال الجنود المصريين الذين استشهدوا على أرض غزة في عبر سنوات ماضية طويلة. واليوم أيضا نتوجه بالحكومة المصرية الذي عملت وعلى وجه السرعة فتح معبر رفح أمام حجاج فلسطين.